الزيانيين كانوا سباقين لافتتاح مجال التهديف مع بداية المرحلة الأولى بعد خطأ فادح من المدافع الخروبي الذي لمس الكرة بوضوح. والسيد أمل مختار أعلن عن ضرب الجزاء الشرعية وواضحة تولى تنفيذها السمور بنجاح، كان ذلك في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول. رد الجمعية جاء في الدقيقة 21 في أخطر فرصة لأصحاب الأرض بعد توزيع شعيب سفيان ورأسية بن أمقران، والعارضة الأفقية تتدخل بأعجوبة وتنقذ الموقف. ثاني أخطر محاولة للجمعية جاءت في الدقيقة 24 إثر تسديدة قوية من منظري في الزاوية 90، والحارس معزوزي أدى مباراة في القمة وكانت تدخلاته موفقة طيلة اللقاء. نلعب الدقيقة 27 وغلطة فادحة أخرى في الوسط الدفاعي للجمعية يستغلها أندريا مهيتسينورو وبكل سهولة يضيف الإصابة الثانية لصالح الوداد التلمساني. الإعادة والكيفية والسهولة التي وجدها أندريا في توقيع الثنائية، ومرة أخرى كادت الآلة التلمسانية مضاعفة الجراح الخروبية بعد عمل خطير من سمور. اللحظات الأخيرة من المرحلة الأولى أهدر فيها أبناء الجمعية هدف تقليص الفارق بوسط البديل أمادا لولا التألق اللافت للحارس معزوزي الذي كان مردوده طيبا، فاستحق قيادة السفينة الزرقاء في هذه المباراة التي انتهت مرحلته الأولى لصالح الزوار بهدفين دون رد. المرحلة الثانية والإصرار من قبل إشبال المدرب الهادي خزار على العودة في النتيجة، ومع هذه المحاولة لسواكير تتبع بمحاولة أخرى لمصفار ودوم النعزوزي في المكان المناسب، ثم البديل الشاب معصر هشام يحاول في أول ملامسة للكرة، هذه الأخيرة رفضت زيارة الشباك. هذا الضغط المحلي رد عليه الزوار عن طريق أومبان في حملة مرتدة خطيرة وكاد يضيف الثلاثية. أبناء جمعية الخروب لم يستسلموا للأمر الواقع وبذلوا مجهودات كبيرة للعودة في المباراة، خاصة عن طريق الثلاثي معنصر هشام مهدي بودار وأمدا، لكن تألق الحارس معزوزي فوت على أصحاب الأرض أمل الوصول إلى الشباك. بالرغم من العمل الهجومي للجمعية إلى غاية الثواني الأخيرة من المباراة التي تحمل فيه الدفاع التلمساني عبء المقابلة لتعلن صفارة السيد أمل نهاية اللقاء بانتصار ثمين للوداد خارج القلاع دشن به مرحلة العودة. لعبنا شوطين مختلفين، الشوط الأول نقول لعبنا شوية بذكاء، ما تحملناش عبء المقابلة، حاولنا نفك البالون يعني في المنطقة نتاع فريق الخصم، هذا الشيء اللي خلانا ربما استغلينا زوج هجومات معاكسة وسجلنا هدفين، واحد على ضرب الجزاء وواحد هدف ثاني. الشيء الايجابي ان ما تلقيناش هدف في الشوط الاول رغم الفريق الخصم نظن باللي جاته فرصتين، واحده على العارضه واحده خرجها لحارس المرمى. الشوط الثاني نقول بصراحه يعني حسيت باللي من الناحيه البدنيه كنا منقوصين بزاف، وهذا الشيء راجع طبعا لقله المنافسه. في نهايه الشوط الاول رجعنا ودرنا يعني سلسله من لي زوكازيون، ما استطعناش باش نسجلوا. في الشوط الثاني كيف كيف، انا نظن اللاعبين اليوم من الناحيه المعنويه يعني بعد تسجيل الهدف الثاني يعني هبطوا، اثرت عليهم بزاف.